بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم شباب؟ اهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات الريسبيراتوري سيستم وتحديدا البلورا. ارجو ان صوت اللاب ما يكونش عالي، مش عارف هو النهارده صاحي يعني بعافيه شويه، فصوته عالي شويه طالع في الفيديو. حاولت ان انا اهديه بس مش عايز يهدى خالص، مش عايز يهدى اللاب، مش عايز يهدى خالص. طيب، لاب اتش بي يا جماعه مروحه يعني بتبقى دايما، انا غيرت مروحه على فكره، بس هي مروحه دايما يعني ايه بتطلع صوت جامد يعني. بالنسبه لي السيرفيس اناتومي طبعا اوف ذا بلورا، يعني فكره ده زي ما قلنا دايما، فكره السيرفيس اناتومي ان انت كدكتور تقدر ان انت تبقى عارف، يعني مثلا هنا ده عيان على الجنب اهو، نايم على جنبه، هقدر ان انا اعرف اللانج بتمتد لغايه فين والبلورا بتمتد لغايه فين. انا بص كده، هنا مثلا عارف انه ايه النقطه دي، لغايه النقطه دي ده كده اللانج خلصت، ده كده انزل تحت شويه كده البلورا خلصت. طبعا زي ما احنا شايفين هنا، ادي المنظر هو اقرب شويه. يبقى فكرة السيرفيس اناتومي ان انا اعد الضلوع، دي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، اقعد اعد الضلوع مثلا من الجنب، فاعرف كده اللانج حدودها لغاية فين والبلورة حدودها لغاية فين، من غير ما اضطر ان انا اكسر الضلوع واخش جوه. لا، ده انا ممكن بصوابعي بس اقدر ان انا احدد حدود اللانج وحدود البلورة. وطبعا الاهمية ده في الابلايد مهم جدا، يعني مثلا لو انا المفروض ان انا عارف ان المنطقة دي اير، او الريسس ده مثلا المفروض ان هو المنطقة دي مثلا فيها هواء، كون مثلا انه ان انا لما اجي اعمل حاجه اسمها البركاشن، يعني زي طبله كده، عارف انت الطبله اللي بتطبل عليها فيها هواء؟ فانا لو حسيت ان مفيش صدى صوت مثلا في المنطقه ديت، يبقى انا عندي مثلا البلورال كافيتي ده مثلا في سوائل، في مثلا فلويد، في مثلا حاجه اسمها هيموثوركس، في دم موجود، واخد بالك؟ والكلام ده مش مضطر ان انا افتح اللانج وافتح البلورا وابدا اشوف الكلام ده، لا، ده انا بنزل بصوابعي خلاص كده وابدا ان انا اشوف حدود اللانج وحدود البلورا واعرف اذا كانوا فيهم هوا ولا فيهم حاجه تانية. خلاص. طيب، فلازم انت يعني تتعلم من على السيرفيس، من على السطح، ازاي تطلع الايه الاستراكشرز اللي موجوده تحت، البلورا اللي موجوده تحت واللانج اللي موجوده تحت. ده اللي احنا هنتعلمه هنا في السيرفيس اناتومي اوف ذا بلورا. طبعا مش البلورا تحديدا، نقول البارايتال بلورا، لان احنا كلنا عارفين انه البلورا عباره عن جزئين، في جزء اللي هو بيبقى ملتصق باللانجز، ملتصق بالرئتين، وبالتالي لو انا هطلع السيرفيس اناتومي اوف ذا فيزرال بلورا، لا، يبقى انا هطلع السيرفيس اناتومي بتاع اللانج بقى، ما هو الفيزرال بلورا لازقه في اللانج، تمام كده؟ يبقى ده اسمه سيرفيس اناتومي اوف ذا لانج، اللي هو سيرفيس اناتومي بتاع اللانج. وده مش موضوعنا النهارده، انا اللي موضوعي دي اللي تحت دي، اللي هي السيرفيس اناتومي اوف بارايتال بلورا. طب ليه ما تقولش بلورا؟ هقول لك، لان البلورا في اتنين، في الفيزر اللي هي لازقه في اللانجات، وفي البارايتال بلورا اللي هي موجوده بره. طبعا المساحه اللي في النص ديت هي الريسس او الجيب، بلورال ريسس. وبالتالي لما تيجي هنا تحت وهو بيشرح لك الموضوع بتاع السيرفيس اناتومي، تيجي بيقول لك ان ايه رايت لانج ليفت لانج، يعني السيرفيس اناتومي بتاع الرايت لانج والليفت لانج، والسيرفيس اناتومي بتاع الرايت بارايتال بلورا، الليفت بارايتال بلورا. طب والفيزر؟ ما هي الفيزر لازقه في اللانجات بقى، مش فارقه. طيب، انا عشان اقدر ان انا اطلع السيرفيس اناتومي بتاع اللانجات او بتاع البلورا، طبعا مش دعوه باللانجات النهارده، انا كلامي عن البلورا، عشان اطلعه لازم اعمل ايه؟ لازم تبص من كل الزوايا، يعني لازم تبص من قدام، يبقى ادي الانتيرو فيو مشهد امامي خلاص كده، وهنا ادي بوستيرو فيو مشهد خلفي، والجنبين رايت رايت سايد او رايت لاترال، الجنب يمين ماشي ورافع لك ورافع ايديه اهو وماشي، وفي عندك الايه الليفت لاترال فيو اللي هو الايه المشهد الايه الجانبي بس الايسر، يعني يبقى الجنب يمين والجنب الشمال، ومن قدام انتيرو فيو، ومن ورا بوستيرو فيو، خلاص كده. يبقى دي كده الاربع زوايا اللي احنا مفروض هنطلع من عليهم الايه البلورا، البلورا البارايتال بلورا، خلاص كده. طيب، الفكره كلها يا شباب هي معتمده على خطوط الطول وخطوط العرض، معتمده على حاجه اسمها لاينز اللي هي خطوط الطول، والربس والضلوع، شايف رب 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 رب، واخد بالك؟ والضلوع. يبقى انا هنا مثلا عندي اهو مثال، مثلا اهو نجيب لك مثلا الرسمه دي، هو مثلا بيحدث هناك ايه التقاء مثلا للاين ده او مثلا نازل اهو مع مثلا الضلع ده اهو، الضلع ده مثلا، شايف انت الضلع ده مثلا اهو في نقطه، يبقى دي النقطه اللي هي بتاعت نهايه اللانج. مثال تاني، خلاص كده، ادي اللاين ده برضه نفس اللاين بتاعنا نازل اهو ماشي، وبيلتقي مع الضلع، شايف انت الضلع ده اهو بيلتقي مع الضلع ده في نقطه، خلاص كده. هي فكرة كلها ايه؟ الضلوع اللاينز اللي هي نازله ديت مع الايه؟ مع الضلوع، مع الايه؟ مع الضلوع، خلاص كده؟ فانا بعمل حاجه اسمها ايماجينري لاينز، يعني بتخيل خطوط مع الضلوع. تعالى كده نفهم اكتر.